دافا يستريح. هو وعدد من السكان الأصليين في البرازيل يخيمون في محيط المتحف الهندي القديم في ريو لحمايته من الهدم، وهو يقع على بعد مرمى حجر من ملعب ماراكانا الذي سيستضيف في العام 2014 كأس العالم لكرة القدم. نخشى أن يتم استبعاد شعبنا من هذا الحدث الكبير، ولذلك نحن هنا. ما نقوم به هو مقاومة ثقافية. نخاف من أن نجبر على ترك المكان، نخاف من أن يتم إخلاؤنا، ونعلم أن ذلك قد يحصل. من المقرر أن يفتح ملعب كرة القدم القريب من هنا أبوابه أمام الجمهور في العام 2012، وعمدة ريو يريد هدم المتحف المهجور من أجل إقامة مراكز للتسوق أو مكاتب إدارية لكأس العالم وتوجيه المنطقة ككل إلى التنمية العمرانية، وهذا ما لا يريده دافا وكارلوس وغيرهم من أبناء قبائل السكان الأصليين. إن هدفنا في البداية هو إنشاء مركز ثقافي للتمكن من إعادة بناء هذا المبنى الذي صار خرابا ودمارا، وبناء مشاريع ثقافية أخرى أو حتى مدرسة وجامعة. ولكن مع الإسراع في الترويج لحدث كأس العالم فإن هذا الأمر بات صعبا جدا. لسنوات عدة شكل هذا المكان موطنا للهنود الذين يمرون عبر ريو، وهو يحضن تقاليد أكثر من 200 قبيلة من السكان الأصليين وطقوسهم. والمنظمون للحدث الرياضي يريدون استخدام هذه المساحة كنقطة التقاء مع الزوار من مختلف أنحاء العالم الذين من المتوقع أن يتوافدوا إلى الاستاد. وأراساري وهو زعيم قبيلة باتاكسو من منطقة باهيا يعرف تماما أن عليهم خوض المعركة الآتية. إننا هنا لنقاوم، إننا هنا لنمانع، إنها حرب، إنها حرب جسدية ومعنوية بكل ما للكلمة من معنى، لذلك على المقاتل والمجاهد ألا يخاف. عمدة ريو يرفض التعليق على مخططات إعادة تنمية المدينة، لكن أراساري ورفاقه خائفون من الوقت.